راح نمشي وكل خطوة نشوف ولسه ياما وياما ياما راح نمشي وكل خطوة نشوف طب ليه ما نحلمش ليه ما نحلمش نكسر حدود الخوف البلاطه دي اللي هنشتغل عليها بكره ماشي بكره بدري يلا رجاله مع السلامه خلصت شغل خلصت الحمد لله انت ناسي انك مسافر اسكندريه بعد نص ساعه اتصوري نسيت يمكن من فرحه قرب وصول المدام تقريبا ما قلتليش يعني ان احلام جايه بعد اسبوع من الهم اللي فوق دماغي طب والحل مش عارف ما انا كل ما اتكلم معاك تديني مش وقته طب اهو جه وقته يا سوريا انا اعصابي تعبانه دلوقتي ممكن ما نتكلمش في اي حاجه خلاص انت حر عن اذنك اتفضلي معقوله اتجوز عاطف ايوه اتجوز مين اللي قال لك نبيله اللي قالت لي نبيله واتجوز مين بقى ان شاء الله الست اللي دفعت له فلوس السفر صاحبه الفيلا اللي بيشتغل فيها نهار اسود وبابا وماما يعرفوا لا طبعا ما يعرفوش طب بقول لك يا عاطف انت عارف عنوانه في الشغل ما اعرفش بابا بس اللي اعرفه انت هتعمل ايه انا هوري له هيعمل في اختي كده وبنتها نور العيانه تعالى بس اقول لك قول لي رايح فين سيبني الوقت يا عاطف ارجوك طيب قول لي بس عشان ابقى عارف اطمن عليك رايح فين انا هروح لنبيله البيت طب على مهلك وانت سايق بالراحه ربنا يستر خص عليك يا جلال خص بقى تعمل كده وانت ازاي تسكت على حاجه زي كده ازاي مين قالك ان انا سكت له ولا انا ولا شفيق بس كنت هعمل له ايه يعني تهد على البيت اهدى يا مراد مش وقت امال امتى استنى لما اختي تشوفه بعينيها هو والمدام انسان ما عندوش دم طب كان استنى لما ترجع هي ونور وبعدين يقول لها بدل ما يقول لها الخبر زي الصدمه في وشها مراد ما تحاولش معاه انا وشفيق عملنا معاه المستحيل مفيش فايده انسان اناني ما يجي هو وهي البيت قدام اختي مش ممكن ده عنده كرامه تصور متمسكه بيه بشكل فظيع ده كاتب لها شيكات بمبلغ لا تتخيله وعموما ماما كلمتني هي وبابا دلوقتي بيقولوا ان ماما الجلال هتقعد عندهم لغايه ما احلام ما ترجع هما في البيت تقريبا مراد انا حاولين ايه ده بس يا مراد هلو ايوه هلا حبيبتي انا مراد مش وقت الزهر ده بقولك ايه هو جلال وامه موجودين طيب ما بقولك ايه ما تقوليش ان انا سالت عليهم ها قولي ان النمره غلط مع السلامه انا جاي حالا قومي بينا على فين على البيت طب وشفيق انا هبقى اكلمه مش وقت يلا بينا بس سن بابا يا حبيبتي بابا سمعني هو كل شويه سمعني طب ممكن اشرب الشاي الاول بسلام قال يعني الشطاره واخده حدها قوي روحي ذاكري جوه هو طول النهار اجري ذاكري يلا خدي ذاكري جوه يلا قبلك بقى يا ام جلال على العموم يا عمي انا مش هتاخر في السفر هما يومين ثلاثه باذن الله المهم يا جلال انك توصل قبل مراتك ما تيجي طبعا لازم يبقى موجود يستقبل مراته وبنته كمان يا اختي الواد سامي وحشني بشكل خليك انت عايزكم واخد بالك بقى يا ام جلال اهلا كتير مفاجئ ازيك يا بابا ازيك يا حبيبي اهلا ازيك يا بابا ما فين جوزك في الشغل يا بابا ازيك انت عامل ايه الحمد لله شوف فين امال اهلا انت اهلا انت يا سعيد ازيك يا سعيد يا حبيبتي يا انت وحشاني وحشاني بص انت كمان ازيك يا حبيبتي ازيك انت يا نور عيني ازيك مالك يا مراد لا ولا حاجه ماما بقولك يا جدع انا عايزك في كلمتين جوه ماشي يا مراد اتفضل عايزك بيها نبيله بعد اذنك اوكي ايه ده بعد اذنكم
هو في ايه؟ ولا حاجه يا بابا، ده هو بينه وبينه شغل كده. عن اذنكم. شغل؟ اذن كده. شغل ايه ده؟ الشغل ايه؟ لا ده انا ابني وانا عارفه كويس. شوف يا جلال، انا ما اقدرش اقول لك طلق مراتك الجديده، لكن كل اللي اقدر اقوله لك ان انت ما تستحقش اختي ولازم تطلقها. انت بتقول ايه يا مراد؟ اللي انت سمعتيه. ولو قلت لك ان انا مش هطلقها يا مراد هتعمل ايه؟ هعمل كتير قوي يا جلال، واول حاجه هفضحك. يا بابا بابا، في ايه في ايه؟ تخيل مع جوز اختك ليه؟ اتفضل حضرتك، الاستاذ اتجوز. انت اتجوزت؟ رد عليا. انا اتورطت يا عم. اوعى تقول الكلمه دي يا ابني. الجواز مفهوش حاجه اسمها اتورطت. لازم تطلق احلام دلوقتي حالا. مش هطلقها يا مراد. امال اتجوزت عليها ليه؟ قولي، امك عرفت؟ ايوه بابا عارف، والاستاذ راح لها هو ومراته وطردتهم، ومن ساعتها وهي عيانه زي ما حضرتك شايف كده. للاسف يا بابا كلنا عارفين. انا عايز اسالك سؤال واحد وعايزك ترد عليا بصراحه. ضميرك ما قلبكش؟ مش عشان بنتي، عشان بنتك نور اللي محدش عارف هتقوم اللي هي فيه ده ولا لا. بنتك نور اللي مالت عليك حياتك ومالت علينا حياتنا كمان، اللي لما كانت بتشوفك بترمي نفسها في حضنك، بتلف دراعاتها حوالين رقبتك، تقول لك وحشتني يا بابا يا اللي بحبه قد الدنيا كلها. هل عليك كل ده؟ ده جرالك ايه يا جلال؟ هي الدنيا جرالها ايه يا عالم؟ الدنيا جرالها ايه بس؟ الدنيا جرالها ايه؟ تعبانة يا اختي؟ شوية بس شوية. اعملي لي قهوة زينة. حار. طب ما تشرب الشاي الأول يا حسين. عايز قهوة يا زينب؟ ممكن. حاضر. هو في ايه يا حسين؟ مفيش حاجة، بقول لك اعملي لي قهوة. طب ايه اللي بين مراد وجلال؟ مفيش حاجة بين مراد وجلال، ممكن تعملي لي قهوة وتسمعي الكلام؟ حاضر. شفت يا ابنك عمل ايه؟ على عيني، على عيني اللي حصل يا استاذ حسين. انا من ساعتها والله وانا تعبانه وعيانه ومفيش في ايدي حاجه اقدر اعملها. مفيش في ايد اي حد يعمل اي حاجه. ربنا كبير. انا خايفه ومرعوبه من اللحظه اللي هتوصل فيها احلام. انا مش عايزه بيت ابني يتخرب. ارجوك يا استاذ حسين تساعده لو تقدر. جلال برضو زي ابنك. اساعده ازاي بس يا ام جلال؟ انت ناسي ان احلام تبقى بنتي؟ الله، لا بتعيطي ليه يا ستي ام جلال؟ انت زعلتها في حاجه يا حسين؟ لا ده الاستاذ حسين كويس قوي، يا ريت كل الناس زيه. القهوه يا حسين. مش عايز قهوه. يا اختي ما تعيطيش، ما فيش حاجه في الدنيا تستاهل. ده انتي مفحومة قوي. انا ماشي بس. جلال مراد، روح ورا، ما تسيبوش يخرج بالشكل ده. ما تخافيش عليها يا طنط. ما اخافش ازاي بس؟ استريحي حضرتك، جلال كويس. لا بقى، ما هو انا لازم اعرف فيها ايه؟ هو انا طرطور مستيكو ولا ايه؟ حسين، في ايه يا حسين؟ ولا حاجة يا زينب. لا ده في حاجة ونص. في ايه يا مراد؟ ما هي لازم تعرف يا بابا، اشمعنى هي؟ دي مهما كان برضه بنتها. هو في ايه؟ احلام جرالها حاجه؟ لا يا اختي، بعد الشر بعد الشر. امال ايه؟ نور حصل لها حاجه؟ لا يا زينب. امال في ايه بس؟ جلال اتجوز على احلام يا ماما. جلال؟ اتجوز؟ جلال اتجوز على بنتي انا؟ طب ليه؟ هي عملت له ايه؟ دي ما قصرتش معاه في حاجه، دي حتى مسافره مع البنت العيانه بره. لا جلال ما يعملش كده ابدا. انتوا بتضحكوا عليا. ما يعملش كده. حسين، الكلام ده صحيح يا حسين؟ ايوه يا زينب. وبنتي؟ ربنا يتولاها برحمته. جرى يا بابا؟ احنا هنقعد نندب كده كتير؟ هو اللي خلق وما خلقش غيره؟
اللي بعنا نبيعه بأقل تمن كمان. البنت دي لازم تطلق منه. لا طلاق، لا طلاق، لا لا لا. شفتي اللي عملتيه يا هانم؟ ايه حصل ايه؟ حصل ايه؟ هم كلهم عرفوا. عادي، ممكن لازم يعرفوا. انت السبب، انت اللي اصريتي تروحي لماما. يعني مامتك هي اللي قالت لهم؟ انا عارف بقى ماما ولا شفيق ولا نبيله. مش انت اللي اصريت تقولي شفيق؟ انا ما اصريتش الا ماما عرفت. جلال يا حبيبي، انا حبيتك بصدق وما اقدرش ابعد عنك دلوقتي. جلال، انا مستعده اعمل اي حاجه الا انك تبعد عني. خد كل حاجه عايزها راحت نور، لكن ارجوك ما تسيبنيش لوحدي. اعمل ايه عشان نور اكتر من اللي عملته يا ثريا؟ اتجوزت على امها و... وايه يا جلال؟ انت ما عملتش حاجه غلط، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. انا كنت نايم مستريح، عمري ما اشتكيت. مش عارف الموضوع هيتلم ولا هيوسع لما توصل احلام. اكيد هيقولوا لها واكيد هتطلب الطلاق، وانا لا يمكن هطلقها، لا يمكن هضحي بيها ولا ببنتي. لكن ممكن تضحي بيا انا، مش كده؟ والله ما انا عارف اعمل ايه يا ثريا، انت كمان مالكيش ذنب. شوف يا جلال، انت دلوقتي مالكش غيري، وانا زيك ماليش غيرك، فلازم نتمسك ببعض على قد ما نقدر. واحلام بكره هتلاقي نفسها قدام الامر الواقع. صدقني هتسكت عشان خاطر بنتها؟ صدقني يا جلال. انت الظاهر ما تعرفيش احلام، دي هتبقى صدمه كبيره جدا بالنسبه لها، واول واحد هيقول لها مراد اخوها. ده طلب مني اني اطلقها دلوقتي. مش ممكن هيقول لها، مش هيقدر يا جلال. حتى لو ما قالهاش، في اللي هيقول لها، وفي تصرفات هي هتحسها، وفي بلاوي سودة كتير هتحصل. انت بتقول الكلام ده كله عشان اقول لك طلق؟ مش هقولها يا جلال، وعارف لو عملتها من ورايا مش هسكت، ومش هسيب كل حاجه تضيع مني، انت فاهم؟ انت بتهدديني يا ثريا؟ ما اعرفش بقى، وبعدين فكر فيا يا اخي زي ما بتفكر فيها. ايوه كده ظهري على حياتك. انت نسيتي قلت لي ايه لما جه اخوكي؟ انا لا يمكن اهد بيتك، انا هحافظ عليه اكتر منك، ولما تيجي مراتك يبقى حلال حلال. خلاص بقى، انت هتسمعني؟ انت ازاي تكلميني بالشكل ده؟ ما انا عاوزني ارد عليك بايه؟ وانت من الصبح عمال تجرح في مشاعري. ما انا برضه مراتك يا اخي، ما رضيتش اتجوزك الا برضاك. اه بعد ما اخوكي عمل اللي عمله، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، لكن يظهر بقى ان انت اللي نسيت لما قعدت معايا في اوضه النوم وقلت لي انك اتجوزتني برضاك وقبولك. اظن بقى يا حبيبي ساعتها كنت في كامل قواك العقليه، ولا كنت مجنون؟ ما ترد يا سجلال. اللي حصل حصل بقى وخلاص، غلطت وعايز اصلح غلطتي. اه يا حبيبي، وعايز تصلحها على حسابي انا؟ لا يا اخويا لا، وقلت لا. معلومك لو عملتها من ورايا انا مش هسكت ابدا. هتعملي ايه يعني؟ هتقول لهم؟ ما خلاص عرف. بس هي لسه ما عرفتش. ايوه بس بسرها هتعرف. على ايدي انا، ومش كده وبس. ده اقول لك ايه، اعلم خيرك الكبير. ماشي يا جلال، بس الظاهر بقى انك ناسي ان انا واخويا عليك لينا شيكات بمبلغ لو عيلتك دول كلهم اتلموا ومش هيعرفوا يسددوه. هي وصلت لحد كده؟ ماشي يا ثريا، بعد اذنك. اعرف ايه؟ مالكيش دعوه. طيب يا جلال، ان ما وريتك. سوسن 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 سوسن، انت فين يا سوسن؟ ايوه حبيبتي. ايه؟ هنسافر بكره يا حبيبتي. طيب وانت ذاكر ايه؟ لا مش ممكن. مبسوطه؟ قوي قوي حبيبي، قوي قوي. لو تعرف انا مبسوطه قد ايه؟ هسافر اوروبا، هجيب كل اللي انا عايزاه. اوروبا بحالها؟ ايوه طبعا، اوروبا، فرنسا، انجلترا، سويسرا، تركيا. حيلك حيلك حيلك، وانا هطير على بساط الريح. ايوه طبعا يا حبيبي، بساط الريح، بساط الريح، ده جميل ومريح. ايوه روح بساط الريح. هو حد طمن هسافر تاني ولا لا؟ بتقولي ليه بس كده يا حبيبتي؟ ايه المهم، انا مش عايزه اجيب حاجه معايا في الشنط، هبقى اجيب كل حاجه من هناك. ولا اقول لك بلاش شنط، مش عايزه شنط، انا عايزه اجيب كل حاجه من هناك، الشنط والهدوم وكله كله. ولا هتبقى بخيل معايا؟ وانا اقدر يا حبيبتي. يا حبيبي ربنا يخليك ليا، انا مبسوطه 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 مبسوطه. سوسن انا عايز اروح اطمن على منى النهارده، من يوم ما اتجوزنا وانا ما قلتلهاش ولا شفتها. وماله؟ الله، انت زعلت ولا ايه؟ لا ابدا مش زعلانه. سوسن انت بتغيري من منى؟ ايوه طبعا بغير، مش جوزي وبحبك. يا ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ سعيد ما تخليك لبكره يا حبيبي. ما هو بكره زي النهارده يا حبيبتي، وبعدين ما تنسيش احنا ورانا مشاوير الصبح. طيب هتقعد قد ايه؟ يعني ما يعنيش، ساعة واحدة بس. ساعة ايه بس يا حبيبتي؟ انا لازم اشوفها واطل عليها واشوف اخبارها ايه ومحتاجة ايه. الله،
لازم اقعد جنبها برضو شويه. اه قول بقى كده، انت اللي عايز تقعد معايا. اه وبعدين بقى يا سوسان حبيبي بغي عليك، حقي ولا مش حقي؟ حقك يا حبيبتي حقك. وبعدين يا حبيبتي ما تنسيش انها مراتي برضو. ما انساش لكن بحاول انسى، علشان لو افتكرت هكره. لا 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 انسى انسى خلاص انسى. والله بقى يا حبيبي انت حر، في ايدك تفكرني وفي ايدك تنسيني. يا حبيبتي احنا هنقعد فتره بره، وبعدين هي هتبقى لوحديها. طيب طيب خلاص روح، بس افتكر انت كمان ان انا قاعده هنا لوحدي. حاضر. على فكره انا مش هاكل الا لما تيجي. انت اللي طبختي لنا النهارده؟ لا طبعا، ما انت عارف اني ما بعرفش. طب ان شاء الله بقى لما نرجع من السفر تتعلمي الطبيخ، لاني بحب اكل من ايد مراتي. لا يا حبيبي انت، الطبيخ ده شغل الشغالين وبس. انا اخلي شغاله تطبخ لك؟ لا يمكن يا حبيبي، ما تاكلش غير من ايديا انا، ايدي مراتك حبيبتي. لا معلش. مالك؟ لا مش حاجة. نورت بيتك يا سعيد. ميرسي يا ابويا. سعيد انت مبسوط؟ الحمد لله. على فكرة احنا مسافرين بدري على اوروبا. انت تعبان؟ جاي عندي مغزى كده بسيطة وهتروح على طول يعني. تعال تعال ارتاح. لا مفيش حاجة، متخافيش مفيش حاجة. اقعد يا حبيبي اقعد. سعيد عشان خاطر الحبيب خلي بالك من صحتك. ربنا يستر. انت اتغديت؟ قلت لك لا. اه صح، اصلي انا النهارده عامله كل الاكل اللي انت بتحبه، زي ما يكون كده كان قلبي حاسس انك جاي. معلش اصل معزومين على الغد. طيب طب فطرت؟ ما انت عارفه انا ما بحبش افطر الصبح. يعني انا فطرت ولا اتغديت لغايه دلوقتي؟ بقول لك ايه، انا هجيب لك لقمه كده صغيره اتصبر بيها على ما تروح، على ما تروح تتغدى معايا. طب عايزه مني حاجه قبل ما امشي؟ لا يا ستي مع السلامه، بس ما تاخرش عليا الصبح. من بدري ان شاء الله. بقول يا ست منى، هو الاستاذ سعيد هيبات لنا الليله دي؟ مش عارف. طب
صوتك بعافيه. وفي باب بالراحه. حاضر. بقول يا ست موت، ما تقومي تغيري الهدوم اللي انت لابساها دي، هتلبسي حاجه كده حلوه مدندشه كده. صوتك بعافيه. يا ماما ده قال لي شويه وهاجي على طول. يا ماما انا عارفه انها مراته، انا قلت انها مش مراته. انا كنت قلقان عليه لا يكون جرى له حاجه لا قدر الله وحشه، لما يكون حنلها تاني. معرفش بقى، انا مش عارفه بقول ايه. طيب يا ماما، باي باي. لكن انا مش هسكت. ايه يا حبيبي مالك؟ في ايه؟ ياه، انا ندمت ده كله وماله؟ خليك مستريح، خليك مستريح، هرجع لك على طول. خدمة وشوية مشغول فقلقت على سعيد. اهلا بيكي في اي وقت. سمسم، اصل الحقيقة سعيد كان تعبان شوية، ده انا رحت احضره الغدا رجعت لقيته نايم هنش عليا اصحي. الظاهر انه بيسهر كتير اليومين دول. جرالك ايه؟ انت زمان كان كبيرك في السهر بالكتير لغايه الساعه 12 وتقع تنام، ايه اللي جرى؟ طيب عن اذنكم. استني شمس، انا جاي معاك. استني استني، انا جاي اهو. وبعدين؟ بس يا بابا هو ده اللي حصل، وسابني يا ماما زي المجنونه مش عارفه في ايه، كل ده وانتوا معايا على التليفون. يا مدام زينب، يا استاذ حسين، اللي حصل ده كان غصب عني. ما هو بيته يا بنتي برضه ومراته، واحنا قلنا لك كده 100,000 مره. وبعدين دي قبل منى. منى ولا نسيتي؟ ما نسيتش يا ماما، بس برضو كان لازم يقول لي. بس بقى خلاص يا سوسن، ما تعمليش مشكلة من حاجة بالشكل ده، خلاص هي كمان من حقها. يلا يلا خدي جوزك وروحي بيتك. يلا. حاضر يا بابا. شكلنا قوي يا استاذ حسين. وانت يا استاذ سعيد بقول لنا يعني نبقى نحل المشكلة معاك. حاضر. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة.
شرفته وانسته. يا زينب خلاص بقى انا تعبت، مش قادر استحمل حاجه خالص، وكمان بقى في احلام لازم اشيل همها. معلش يا حسين، كل شيء يتصلح يا اخويا، انا عارفه ان حملك تقل قوي. الحمل تقل لدرجه ان انا مش قادر اشيله يا زينب. يا اخويا ارمي من ورا ظهرك، بلاش نكد، ارمي حمولك على اللي خلقنا. ونعم بالله، انا كنت فاكر انهم لما يكبروا ويتجوزوا انا هرتاح، لكن يظهر ان مشاكلهم بتزيد، ده غير اللي بيجد علينا من مشاكل. ربنا يخلينا حسك في الدنيا وتفضل كده سندنا على طول. يا ترانك. الو. ايوه يا سامي. ايه في ايه؟ هاتي خد. ايوه يا سامي. ايوه حبيبي. ايه هتيجوا بكره ان شاء الله الساعه 3 بعد الظهر؟ طب تيجوا بالسلامه، قول لي احلام اخبارها ايه. طب الحمد لله طمنتني عليها. طيب يا حبيبي تيجوا بالسلامه ان شاء الله. مع السلامه. سامي احلام جايين بكره الساعه 3 بعد الظهر. يبقى لازم نقول لجلال عشان يجي معانا يستناها في المطار. يا عيني عليها يا احلام، جايه للمشاكل. ايه يا زينب، الترنك ده من احلام ولا ايه؟ ايوه سامي واحلام جايين بكره بعد الظهر الساعه 3. طب الحمد لله. لازم نقول لجلال عشان يجي معانا المطار يستناها. طبعا لازم نروح عشان يقابلها ويقابل بنته كمان. نور مش معاهم يا ولاد. ما جاش من امبارح. انا عرفت ان مراته جت النهارده. يبقى عندها وهيفضل عندها. انا كان قلبي حاسس الحياه دي مش ممكن تستمر، بس انت اللي اصريتي. كنت عايزني اعمل ايه؟ انا كنت عايزه اعيش واستقر. ايوه يا حبيبتي بس مش مع ده. بس انا مش هسيبه، هخرب بيته، ههد عليه الدنيا. خلاص سيبي لي انا الموضوع ده وانا هتصرف. لو ما جاش لحد بالليل هوريه اللي عمره ما شافه. ده انا حبيته، ده مال عليا كل حياتي. ده يا سرية، يا سرية حبيبتي لازم يكون هو عنده نفس الاحساس اللي عندك ده عشان حياتكوا تستمر. لازم تستمر، لازم تستمر باي شكل. بالشيكات مش كده؟ هي دي الطريقه الوحيده اللي هترجعه. حتى لو كانت هي دي الطريقه الحاجه دي هتبقى صعبه ومستحيله. مفيش في ايدي غيرها. انت عايزني ايه؟ عايزني اتطلع وانا لسه بقالي شهر متجوزه؟ انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ يا رب يا رب يرجع النهارده، يا رب يرجع قبل ما انفذ اللي في دماغي. بس يا ما اقدر ومكتوب يا بنتي، ما اقدر ومكتوب. صلى على النبي كده الله عليه الصلاه والسلام. صلى على النبي. اهدي يا ماما، اهدي يا حبيبي، شد حيلك يا بنتي، شد حيلك. بس بس الباب ضعيف ما استحملش العملية. تعبت قوي بعد ما عملنا لها العملية. عارفة جلال؟ آخر حاجة قالتها إنها تموت لي. بابا وحشني قوي يا ماما. بقى بقى كده حرام عليك. جلال جلال حد ينزل معاه بس مش لوحده. ايه ده؟ طب انا اروح معاه. يا رب. امال سوسن فين يا بابا؟ انا مش شايفها. سافرت مع جوزها. سافرت مع جوزها؟ هي اتجوزت؟ ايوه. اتجوزت مين وامتى؟ وما استنيتوش ليه لما نرجع من السفر؟ دي حكايه تانيه يطول شرحها. ماشي.
ايدك وانت بتعيط. لو ما عيطتش على بنتي هعيط على مين يا شفيق؟ انا عملت كل اللي عليا وزياده، حتى نفسي بيعتها عشان خاطر بنتي. تاني يا جلال. مهم، انت طلقت سرايا ولا لسه؟ لا لسه، انا كل اللي حاملها هو احلام. احلام؟ دلوقتي بتفكر في احلام يا جلال؟ عاطف، سيبه في اللي هو فيه. سيبه خليه ياخد كل الصدمات، يمكن يفوق. ياه، راح فين؟ مش عارف، بس انا عايز ابقى لوحدي. لوحدك تاني يا جلال. يا عاطف، بقولك ايه يا جلال، انت مش لازم تسيب مراتك في المحنه دي، لازم تفضل جنبها، خصوصا هي عاوزاك وانت عاوزها. يلا تعال يا جلال. تعال. مش ممكن. ازاي؟ جوز ابو لمونة؟ ايوه. وانت ازاي مراته واقف على حاجه زي كده؟ الاثنين عايزين بعض، والراجل عايز يخلف له حته عيل ينبسط بيه. ده جنان يا ابني، وفرق السن اللي بينه وابو لمونة. مش هي دي المشكله يا سامي، هو في مشكله اكتر من كده. ايوه في. ايه تاني يا سيدي؟ جلال اتجوز. نعم. مش ممكن. هي دي القضيه حقيقي. اوعى تقول لي بقى انه اتجوز ابو لمونة. لا، اتجوز الست اللي بيعمل لها الفيلا، اللي سلفته فلوس السفر. ومراته مسافره ببنته العيانه؟ ده ما شافش العذاب اللي احنا شفناه. ده لو كان حس بالالم اللي كانت بتشوفه بنته، كان قعد طول الليل يدعي لها ان ربنا يخفف عنها، مش يروح يتجوز. وهو راح فين دلوقتي؟ الله اعلم. انا عايز اشوفه دلوقتي حالا. على فين يا سامي؟ هروح ادور عليه لغايه ما الاقيه. ما عندكش اخص، ما عندكش ضمير. انا عمري ما شفت بني ادم في انت فرق. احنا مش حافظين احلام صح حاجه. تعالى معايا يا بابا. ادخل اتحرك. سيبه دلوقتي، اصل جلال تعبان. يا سلام، هو تعبان وانا مش تعبان. انتوا عايزين مني ايه بس؟ ما تسيبوني في حالي. اهدى يا سامي، مش كده؟ سيبه، خليه يخلص انا احلام. انا عمري ما شفت بني ادم خاين وما عندوش ضمير ولا احساس سيئ. انت ايه؟ ما عندكش دم. سيب مراتك وبنتك بيشوفوا اتعس ايام حياتهم. يا اخي ده احنا ما كناش بننام، عينينا ليل ونهار على بنتك، خايفين لا تروح من ايدينا، وانت رايح تتجوز. كفايه يا سامي. لا مش كفايه، انت لو كنت معانا وشفت اللي احنا بنشوفه ما كنتش تقول كفايه ابدا. ليكوا حق، ليكوا حق تعملوا اكتر من كده. انا لا استاهل، انا كنت بعمل كل ده عشان خاطرها. براجل عد، ما بطل الصلاه دي بقى. بس يا مراد انت كمان. انا كل اللي اقدر اقول لك حاجه واحده بس، ان انت طلعت بني ادم قليل الاصل، واحلام الجلبانه دي خساره فيك. حضرتك استسلمتي بسهوله. لاني عارفه ان ده حقه انه يكون اب. وان ما حصلش تفتكري هيرجع لك؟ مدام منى، اسمحي لي اسالك، حضرتك وافقتي على الجوازه دي؟ ايوه وافقت، وقلت الكلام ده لباباك ومامتك واختك كمان. وعلى كل حال لما يبقى الجواز برضايا احسن ما يبقى غصب عني. وفي النهايه ما انا برضه حافظه مراته. في الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه يا مدام منى، بس حقيقي حضرتك انسانه عظيمه. حكايه ابسط من كده. انا بحب، بجد بحب. طب لو سمحتي لي، يعني لو حضرتك احتجتي اي حاجه اثناء سفر الاستاذ سعيد يا ريت تطلبيها مني. وانا كمان تحت امرك لو عايزه. كمان تبقي تسمحي لنا يعني نبقى نيجي نزورك من وقت للتاني. أحلام، سامحيني يا أحلام. على أي جلال؟ وكان في إيدك حاجة وما عملتهاش؟ سامحيني وخلاص. ملك يا أحلام.
ولا افكر. يا ريت ننسى احلام، يا ريت ننسى كل حاجه، ننسى اللي فات وننسى اللي جاي كمان. صعب النسيان. يا ريت اقدر انسى، يا ريت اقدر انسى الحزن والالم اللي جوايا. احلام انا هسيبك تنامي، حاول تنامي. يا ريت نوم انا نسيته من زمان يا جلال. خليك انتي، انا هشوف مين. مش شغلك يا استاذ، المهم انت فهمني دلوقتي مراتك عامله ايه معاك؟ يعني قربت مني شويه. ايوه شكلها ايه يعني؟ بحاول معاها انا وماما. يلا على خير الله. انا بصراحه مش عارف اعمل لحضرتك ايه. هتعمل ايه يا استاذ؟ انت لولا انا كنت عملت غلطات كتير قوي. يلا اتفضل يا استاذ، مش وقت دلوقتي، عندي شغل. طب هتتاخر علينا؟ لا مش هتاخر، هحصلك على طول. يلا السلام عليكم. هو المبلغ بتاع الشيك علاج نور كان بكام؟ 100,000 جنيه بس يا عم. ياه ده مبلغ كبير قوي يا جماعه. ده غير الشيك التاني برضه. طب سيبوكم من الشيك التاني دلوقتي. ازاي؟ ما هو هيدفع برضه. معلش بس بقول سيبوكم من الشيك التاني دلوقتي، خلينا في المبلغ الكبير. على فكره عايزينك تعرف حاجه يا شفيق، احنا هناخدهم منك سلف. انا وابن عمي مفيش منا سلف يعني. طيب وانتوا ولاد عاملين ايه؟ انا ومراد مجمعين مبلغ كويس قوي برضه. ده مبلغ انا كنت شايلاه لاي ظروف ممكن تحصل. اتفضل. متشكرين قوي يا ست ام جلال. والله يا طنط دول جم في وقتهم حقيقي. المهم يا بابا دلوقتي مين اللي هيودي لها الفلوس دي؟ انا اللي هقول لها. وانت هتيجي معايا. يعني ايه؟ في الحقيقه ظروف يا مدام سرايا، وانا سمعت ان حضرتك ام، فاكيد طبعا هتقدري تقدري الموقف اللي هم فيه. موقف ايه؟ هو حضرتك ما تعرفيش ان بنتهم ماتت هناك؟ لا حول الله، ربنا يكون في عونه. علشان كده كان لازم يكون جنب احلام في ازمتها، خصوصا بعد اللي مرت بيه هناك. اكيد حقها طبعا. انت باين عليكي ست طيبه فعلا. حضرتك عارفه طبعا ان جلال للاسف يعني طلقك. كنت حاسه ان ده هيحصل، وخصوصا بعد ما نزلت من عندكم. في الحقيقه احنا قدرنا نجمع مبلغ لعلاج نور الله يرحمها اللي كان جلال كتب لي شيك، انما بقى الشيك التاني معقوله اخد ثمن حاجه ما جابتش نتيجه؟ يعني ايه الكلام ده؟
يعني لو الفلوس كانت عالجتها ورجعت البيت بالسلامة كنت خدتها؟ لكن يبقى موت وخراب ديار؟ خلي الفلوس معاك يا أستاذ حسين، أنا كنت بهدد بيها جلال عشان ما يسيبنيش، لكن خلاص كل شيء انتهى. بعد إذنك لحظة. إيه ده؟ أنا مش مصدق ولا أنا. كده يبقى جلال كان عنده حق، عشان كده ربنا واقف جنبه. عموما ربنا يسترها معانا يا بابا للآخر. ربنا يستر. اتفضل الشيك يا أستاذ حسين. يعني إيه؟ يعني خلاص كل شيء انتهى وراح لحاله. وعلى فكرة جلال بيحب المدام فوق ما تتصور. ناري نارين يا ابوي. عارفه يا درايه اكتر من كده وربنا بيزيح. غصب عني. معلش، ما هو اللي عمله جلال برضه كان غصب عنه. مش عايزه اتكلم في الموضوع ده يا ماما، مش عايزه. حمل تقيل. بس يا حبيبتي اهدي اهدي يا درايه. عايزك تعرفي ان جلال بيحبك قوي يا احلام، وعمر ما نسيتي حتى وانت مسافره. اهلا يا جلال. اتفضل. يلا احلام خدي جوزك روحي. جلال. نعم. طول بالك معاه. حاضر يا عمي. خد بالك يا جلال ان احلام لسه مجروحه. انا عارف يا سامي، ان شاء الله هساعدها على قد ما اقدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ربنا يوفقكم. ربنا يعوض عليها. تعبت مع الولاد قوي يا زين. اخويا ربنا يديك طول العمر ويديك الصحه والعافيه عليك.